سنين اللي صار لهم 10 سنين و15 سنة في نطرة بيت. عانينا سنوات طويلة وإحنا نسمع من حكومات متعاقبة تقول تبي تحرر أراضي عشان تنشئ عليها مدن. سامعينا؟ زادت الطلبات وتراكمت عقب ما كانت بال30 و40 ألف، وصلت إلى 130 و138 ألف إلى 150 حالياً. ظلينا نحن ونقول حتى على أيام ما كنت خارج العمل السياسي، من دخلت العالم السياسي وإلى عالم السياسة بديت أستوعب إن الحكومة ما عندها قدرة على استيعاب إن هذا بيج إيشيو، موضوع كبير لازم إنها تتوجه له، مش بس لدراسة وحلول، لأن عندها كتيبة من القوانين المفروض تنحل. قلنا أولويات عارفينها حق الكويتيين، تحسين في خدمات التعليم، تحسين في الخدمات الصحية، والإسكان هو النمبر 1. يا مؤتمر الإسكان شعاره كان الحكومة تحت المجهر. اي واتس نيو؟ الحكومة طول عمرها تحت المجهر، ويوم ما حطيناها تحت المجهر هاجمتونا تستجوبوا رئيس وزراء على سياسة عامة للدولة من ضمنها ضعف في رسم السياسة الإسكانية للمواطن، وبالأخير ما ألاقي هذا الرد اللي برد قلبنا ويقول لنا وين راحت 9 مليار، ووين الأراضي اللي تم تحريرها، بالمقابل وين المدن الإسكانية؟ حاسبوني قالوا فيها شخصانية، أرجع مرة ثانية عبالي كي أس أوقف أطق بريك أرد.